بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة دي على البكتيريوفاج والجينيتكس. ده شكل البكتيريوفاج. البكتيريوفاج يعني فيروس يصيب البكتيريا، استحالة ان هو يصيب الخلية الأدمية. اذا البكتيريا فاج يعني ياكل، بكتيريا اللي هي نعرفها. يبقى بكتيريوفاج is a virus that infects البكتيريا. مفيش بكتيريوفاج infect human cell. البكتيريوفاج بيتكون من أجزاء. أول واحد اللي هو الهيد. الهيد ده عبارة عن كبسيد من برة زي ما حضراتكم شايفين، إيكوزاهيدرا هي اليونت بتاعتها، ومن جوه هتلاقي دي ان ايه. بعد كده هنلاقي التيل، وده كونتراكتايل وهنتفرج عليه في السلايدز اللي جاية، وفي البليت التيل بليت، وبعدين الفايبرز. يبقى إذا أوبليجيت إنتراسيلر بارازايت، أي فيروس في الدنيا إذا أوبليجيت إنتراسيلر بارازايت، لأنه ما بيقدرش يعمل موتيفيكيشن أو يتكاثر إلا في وجود خلية حية. هنا في الحالة دي الخلية الحية هي البكتيريا. Definition: Bacteriophage is are viruses that infect bacteria. The basic structure بتاع البكتيريوفاج، أول حاجة السايز بتتقاس بالنانومتر زي أي فيروس، من 24 ل 200 نانومتر in length. الهيد أور كبسيد اتكلمنا عليه قبل كده، إن الهيد عبارة عن دي إن إيه متحاطة بالبروتين أو الكبسيد اللي هي البروتكتيف كود. التيل ده عبارة عن تيوب فاضية، هالو تيوب. هنعرف أهميتها لما نشوف إزاي بيحصل إنفكشن للبكتيريا من البكتيريوفاج. الهالو تيوب دي من حواليها في كونتراكتايل شيث سراوند ذا تيل، ده بيساعد على دخول الدي ان ايه بتاعت البكتيريوفاج جوه الخليه البكتيريه. يبقى الكونتراكتايل شيت ده مهم، ده بيلعب دور السرنجه، كانك بتحقن محلول في جسم اي جسم حي. البيس بليت والتيل فايبرز الدور بتاعهم انهم يعملوا بايندينج للخليه البكتيريه. ادي تاني بنقول اللي هي الستراكشر بتاعت البكتيريوفاج. اول حاجه اللي هو الهيد يبقى فيه الدي ان اي موست بروبلي، يعني الماجوريتي بتبقى دي ان اي في البكتيريوفاج، وبيبقى فيه الكبسيل الكوزاهيد. بعد كده عندنا التيل، ده انبوبه فاضيه بس متحاطه بكونتراكتايل شيت زي ما حضراتكم شايفين. في اخرها بيبقى فيه البيس بليت والتيل فايبرز، دول اللي بيعملوا بايندينج للبكتيريال سيلز. ازاي بيحصل انفكشن اوف هوست سيلز او بكتيريال سيلز؟ اول حاجه بيحصل ادزوربشن، دي الفيرست ستيب. الادزوربشن بيحصل بالتيل فايبرز which are specific having specific receptors to the specific receptors اللي موجوده على البكتيريال سيلز. يبقى في دور هنا مهم قوي للتيل فايبرز اللي هي سبيسيفيتي، يعني ان هي مش بتمسك في اي خليه بكتيريه، لازم تكون هذه الخليه البكتيريه عندها سبيسيفيك ريسبتورز للتيل فايبرز. دي هنشوف اهميتها في الدور اللي بتلعبه الفانكشن بتلعبه البكتيريوفاج، ان في تايبنج اوف بكتيريا. يبقى التيل فايبر attached to specific receptors on the bacterial cells. Irreversible attachment، once إن حصل البيز بليت عمل binding للخلية والتيل فايبرز irreversible، مش هتقدر تشيلها من البكتيريا. بعد كده بعد أول ما يحصل binding بيحصل sheath contraction. إحنا نفكر حضراتكم ان الهولو تيوب التيل ده حواليه كونتراكتايل شيث، بيحصل الكونتراكتايل شيث
بيحصل له contraction، فبيعمل injection of the nucleic acid الموجودة في الهد جوه البكتيريا الخلية البكتيرية. زي ما حضراتكم شايفين في الانيميشن، اول حاجة هيعمل فيها البكتيريوفاج انه يعمل binding. binding ازاي؟ binding هنا في البيز بليت، وهنا في specific receptors مسك فيها التيل فايبرز، هيعمل injection للدي ان اي. الدي ان اي ده هيروح فين؟ هيروح الكروموزوم بتاع الخلية البكتيرية اللي هو الدي ان اي، يعمل حاجة اسمها بروفاج. الفيت بتاعه يا اما يفضل زي ما هو يا اما يطلع عشان يعمل اللايتك سايكل. هنتكلم على السايكلز بتاعه البكتيريوفاج دلوقتي، وبنقول ان هو هنا في الحاله دي بيحصل بيجمع بيسيطر على الكروموزوم بتاع البكتيريا عشان تعمل له الاستراكشر بتاعته، وبتبقى مليانه بيه وبيحصل انها بتفرقع البكتيريا وبيخرج منها ماني بكتيريوفاج. نتكلم دلوقتي على الفيج مالتيبليكيشن سايكل. زي ما قلنا ان ممكن الفاج يدخل الخليه ويعمل لايتك سايكل، برضو ممكن يدخل الخليه البكتيريه ويعمل حاجه اسمها تمبريت اور لايسوجينيك سايكل. تعالوا بينا نشوف يعني ايه لايتك سايكل تاني. ديفينيشن اللي هي ان الفاج بيدخل بالمالتيبلاي والسيتوبلازم بتاعت البكتيريا مليانة من البكتيريوفاج ويحصل لايسس في النهاية، هنا البكتيريا بتتقتل. التمبريتاج بالعكس ان هو بيدخل الـ DNA ويقعد كامل في الكروموزوم بتاع البكتيريا. كل ما لما البكتيريا تتكاثر بتريبليكيت هو بيتكاثر مع الـ DNA بتاعها. التمبريت فيروس او اللايسوجينيك سايكل، في اللايسوجينيك سايكل ده مفيش كيلينج اوف بكتيريا، بكتيريا عايشه وبتتكاثر عادي جدا. الانفكتد بكتيريا بنسميها في هذه الحاله لايسوجينيك بكتيريا، بنسميها لايسوجينيك بكتيريا. ذا فيروس بنسميه بروفاج. يبقى عندنا ظاهره في التمبريت سايكل ان ال DNA بتاع البكتيريوفاج قاعد جوه الكروموزوم بتاع البكتيريا، فبنسمي البكتيريا دي لايسوجينيك بكتيريا. الفيروس نفسه بنسميه بروفاج. ايه البروبرتي اوف لايسوجينيك بكتيريا؟ اولا ما دام في فيروس جوه الخليه ممنوع دخول اي فيروس تاني جوه الخليه، دي قاعده عامه بنقولها دايما في الفيرولوجي، immune to infection by another virus. الحاجة التانية إنه carry new property، يعني إيه؟ يعني DNA بتاع البكتيريوفاج ده كان دخل بكتيريا سابقة وأخد منها جينات وراح إداها لبكتيريا تانية، فبنسمي العملية دي new property اللي بيديها البكتيريوفاج للبكتيريا بنسميها lysogenic or phage conversion. lysogenic or lysogenic conversion or phage conversion، يعني اداها new property. تعالوا ندي مثل لهذه اللايسوجينيك conversion او lysogony. عندنا بكتيريا اسمها كوراين بكتيريا، البكتيريا اللي بتعمل الدفتيريا. هذه الدفتيريا ما تقدر تطلع الاكزوتوكسون بتاعها الا في وجود بكتيريوفاج. إذا الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف التمبريت سايكل او لايسوجينيك بكتيريا، التوكسين برودكشن از ميدييتد باي جين كاريد باي فاج. من غير الفاج ده الكوراين بكتيريوم دفتيريا مش هتقدر تفرز الاكزوتوكسين بتاعها. الفاج بروباجيت اندفرنتلي ان دوتر سايت، زي ما قلنا ان البكتيريا مش هتتقتل وهتعيش وهتتكاثر عادي جدا، ومعاها مين؟ معاها الـ DNA بتاع البكتيريوفاج. لكن ممكن اللايسوجينيك ستيت دي تنتهي يا اما كده من نفسها يا اما باي اندكشن. باي اندكشن باي وات؟ ممكن احنا في المعمل نعمل الترا فايلنت اور ايونايزنج راديشن او اكسبوجر تو ميوتوجينيك كيميكالز. ممكن هذه الظاهره اللي هي اللايسوجينيك سايكل ممكن تنتهي. بيحصل ايه؟
البكتيريا بتتكاثر، وهو خارج من الخلية من الكروموزوم بياخد الجزء اللي جنبه من الخلية البكتيرية. خلوا بالكم إن sometimes phage carry genes of bacterium chromosome اللي هي adjacent لمكانه في الكروموزوم. العملية ليه؟ عشان ينقلها لبكتيريا تانية. دي الظاهرة دي بنسميها specialized transduction، بنسميها specialized transduction. ليه سميناها specialized؟ إن هو بياخد special segment of chromosome اللي جنبه، وبعدين بيروح ويعمل المالتيبليكيشن جوه السيتوبلازم، وبعدين بيروح ينفكت another cells وياخد معاه new property اللي هي أخدها من البكتيريا السابقة. Importance of bacteriophage typing of bacteria. إحنا خدنا فكرة قبل كده على الدور اللي بيلعبه التيل فايبرز زي إن هو بيمسك في specific receptors on bacteria. دي بنستغلها في إن إحنا نعمل differentiation between types of strains of bacteria with identical biochemical reaction with identical antigen. مثلا في لو في outbreak of food poisoning وعايزين نعرف source of infection لهذا التسمم الغذائي، بناخد مسحة من النوز بتاع food handler ونعزل الستافلوكوكس أوريوس من النوز بتاع الفود هاندلر أو إيديه، وبرضو بنعزل الستافلوكوكس أوريوس من الأكل ونعمل لهم بكتيريوفاج تايبينج. لو الاثنين طلعوا نفس التايب يبقى الفود هاندلر هو سورس أوف إنفكشن. ممكن يلعب دور تاني اللي هو كلونينج فيكتور. يعني إيه كلونينج فيكتور؟ يعني بيشيل الجينات. إن الكومبايند تكنيك هنلاقي ان في ماني كلونينج فيكتور منها البكتيريوفاج. جينيتكس ان بيولوجيكال ستادي برضو بيساعدنا في البكتيريوفاج في الستادي دي. هنتكلم دلوقتي على البكتيريا جينيتكس. الجين عباره عن ايه؟ عباره عن سيكونس اوف بيزز ان دي ان ايه اللي موجوده في اي خليه، ومن ضمنها البروكاريوتيك سيلز. Expressions of gene هي المسؤولة إنها تدي أوامر لعملية formation of the regulatory molecules الأول والstructure molecule اللي هي مسؤولة عن the biochemical reaction ومسؤولة عن the structure element during multiplication. في ثلاث أنواع من الـ DNA جوه البكتيريا. أول واحدة اللي هي الكروموزوم، تاني واحدة plasmid DNA، والأخلانية اللي هي البكتيريوفاج وإحنا اتكلمنا عليها قبل كده. الكروموزوم بنقول انه عبارة عن سنجل كروموزوم موجود في البكتيريا DNA double stranded DNA. هذا ال DNA مش متحط ب nuclear membrane، اذا بنسميه nucleoid. oid يعني شبيه بالنيوكليوس، oid يعني شبيه بالنيوكليوس، فبنسميه nucleoid لانه ما عندوش nuclear membrane. ده شكل diagram بالنسبة The sequence of the base. Cytosine, guanine, adenine, family. Replication of chromosome بنقول إنه بيحصل لما يأتاتش للميزوزوم، وبعدين يستارت يحصل إن كل الدبل ستراند بتبقى كل ستراند في ناحية، وبتعمل إيه؟ بتعمل complementary إيه ستراند لها بمساعدة البوليميريز إنزيم. دي اسمها البيناري فيجن. يجي السيتوبلازميك ممبرين والسيل وول يقسم الخليه نصين. الفانكشن هو السرفايفل بتاع البكتيريا، يعني من غير الكروموزوم البكتيريا بتنتهي. بلازميد برضو it is a double stranded DNA اكسترا كروموزوم موجوده في السيتوبلازم، ممكن تتواجد جوه سايت جوه الكروموزوم نفسه، لكن هي عشان نسهل الموضوع بلازمت ار اكسترا كروموزومال دينا واحد دبل ستراندد دي ان ايه. طيب هي ليها القدره انها تعمل ريبليكيشن بغض النظر على الريبليكيشن بتاع الكروموزوم، هي حره.
لكن البلازميد دي is not essential for the life of the bacteria، يعني لو البكتيريا فقدتها هي مش هتموت. زي ما حضرتك شايف هنا، ادي البلازميد جوه الخلية، بره البكتيريا الكروموسوم حرة، هي بتعمل ريبليكيشن زي ما هي عايزة. طب تعالوا بينا نعمل كلاسيفيكيشن للبلازميد according to what؟ الكابابيلتي تو ترانسفير اتسلف، يبقى فيه ترانسفير according to transfer property. في بلازميد تقدر تنقل نفسها، وهنشوف يعني ايه conjunctive plasmid. conjunctive plasmid في بلازميد ما تقدرش تنقل نفسها، فنسميها non conjunctive plasmid. according to phenotypic effect، يبقى فيه flaws according to الكابابيلتي تو ترانسفير اتسلف للبلازميد. في كلاسيفيكيشن تانية according للإفكت اللي هي بتعمل ايه، أو الفانكشن بتاعها. فينوتيبيك إفكت يعني الفانكشن بتاعها، ممكن تعمل فرتيليتي بلازمت يعني اللي هي بتعمل اف فاكتور، وهنفهم يعني ايه اف فاكتور دلوقتي، أو سكس فاكتور، أو بتطلع بكتيريوسين فبنسميها بكتيريوسينوجينيك بلازمت، أو اللي هي ريزيستنت بلازمت اللي هي بتطلع انتيبيوتيك ريزيستنس للانتيبيوتيك. طيب هنتكلم على الكونجكتيف بلازمت. الكونجكتيف بلازمت اللارج، يبقى انت تتوقع في السيتوبلازم يبقى عددها كبير ولا صغير؟ لا صغير، ليه؟ لانها كبيره لارج ان سايز اند ريكوير بروتين سينثيسيس، هنشوف انها عندها اكتيفيتي. هاف جينز نيدد فور ترانسفير اوف دي ان ايه، هي عندها جينات بتدي اوامر انها تعمل حاجه اسمها سكس بايلاي. سكس بايلاي they are called stringent plasmid قويه، and they are only common in gram negative bacteria. هذه conjunctive plasmid موجوده في الجرام نيجاتيف بكتيريا. زي ما حضرتك شايف هنا، ادي الكوبري اللي عملته، الكوبري ده هو السكس بايلاي بين بكتيريا والتانية. ممكن بكتيريا تبقى سنسيتيف وممكن بكتيريا تبقى ريزيستنت، يبقى ريزيستنت بتنقل الريزيستنت للانتيبيوتيك للسنسيتيف 1. الانيميشن دي بتوضح لنا ازاي بيحصل ديسيمينيشن للانتيبيوتيك ريزيستنس. عندنا هنا الار بلازميد كارينج انتيبيوتيك ريزيستنس سكس بايلاي، وهنا نو سكس بايلاي وانتيبيوتيك سنسيتيف. الدي ان ايه سنجل ستراند دي ان ايه بتروح للخليه السنسيتيف عن طريق السكس بايلاي، وبعدين كل واحدة بتعمل كومبلمنتري دي ان ايه، وبعد كده بيسيبوا بعض. دي بتفسر ازاي بيحصل سبريد للانتيبيوتيك ريزيستنس بين البكتيريا. النوع الثاني من البلازميد هو النون كونجكتيف بلازميد، ما تقدرش تعمل سكس بايلاي، ما تقدرش تنقل نفسها، سمول ان سايز، يبقى متوقع ان يبقى عددها كبير في السيتوبلازم، 30 ل 50 copies per cell in cytoplasm of the bacterial cell. زي ما قلنا انها lack genes for transfer، لكن هي ممكن تتنقل عن طريق الconjugative plasmid، اللي بيساعدها في نقلها هو الconjugative plasmid. بنسميها relaxed plasmid. relaxed plasmid يبقى هي مش عايزه اي protein synthesis، مش عايزه activity، مش عايزه enzymes، لانها relaxed، بنسميها ريلاكس بلازمت، وهي موجوده دايما في الجرام بوزيتيف بكتيريا. الفينوتيبيك عندنا اللي هي الفيرتيليتي بلازمت، احنا قلنا في كلاسيفيكيشن اكوردنج للترانسفير وكابابيلتي اوف ترانسفير، والفانكشن الكلاسيفيكيشن الثاني اكوردنج تو فانكشن. فانكشن اللي هي فيرتيليتي بلازمت اللي هي بتعمل ايه، اللي هي بتعمل سكس فاكتور او سكس بايلاي. كول بلازمت اللي بتعمل الكولشيسين، ده سبستانس بيكيل البكتيريا اللي حواليها، يعني بكتيريا بتفرز كولشيسين تقتل اي بكتيريا حواليها. ريزيستنت بلازمت يعني اللي هي كاري انتيبيوتيك ريزيستنس، دي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا انتيبيوتيك ريزيستنت جينز، ولو انت استعملت الانتيبيوتيك تبص تلاقي كل البكتيريا ماتت ما عدا مين؟ ما عدا البكتيريا كارينج ريزيستنس بلازمت. يبقى دي انت الانتيبيوتيك يوز
بيعمل ايه؟ بيعمل selection للانتيبيوتيك resistant bacteria. يبقى antibiotic use provide a selective advantage for their widespread out dissemination. انت موت كل البكتيريا السنسيتيف واللي فضل هي واحدة مثلا عندها resistant plasma هتتكاثر وهيحصل لها dissemination. الارت بلازمات دي عبارة عن ايه؟ لما نيجي نعمل لها definition عبارة عن conjunctive plasma عندها جين اللي هي بتعمل السكس فايلاي والترانسفير والريبليكيشن وعندها كمان جينات للانتيبيوتيك ريزيستنس. يبقى عندها جزئين، الجزء فور ترانسفير جين بنسميه الار تي اف او ريزيستنس ترانسفير فاكتور، والار ديترمينانت يعني ريزيستنت جينز للانتيبيوتيك ريزيستنس. Resistance genes are often part of transfusion وهنتكلم عن transfusion في السلايدز اللي جاي. ادي زي ما حضرتك شايف ادي الجينات الجزء الاول لresistance plasmid اللي بيدي اوامر لformation of 6 pi عشان transfer وعشان replication. دي الجزء الثاني ليها اللي هي R determined antibiotic resistance، دي مجموعة من transfusion اللي فيها جينات للantibiotic resistance. مثلا تفرز انتيبيوتيك انزيمز زي البيتا لاكتاميزن سو اون. يبقى الفيرولنس بلازمت اللي هي الرابعه بنقول كود فور فيرولنس فاكتورز، يعني هي مثلا اللي بتدي اوامر ان الاكزوتوكسين يطلع من البكتيريا او انفيجن فاكتورز عشان ده فيرولنس فاكتور عشان يغزو البكتيريا، ادهيجن فاكتور عشان يلزق وللهوست سيل. طيب ايه الاذر فانكشن؟ برضو الشوجر فرمنتيشن، الانتيبيوتيك برودكشن يعني في بعض البكتيريا بتطلع انتيبيوتيك، الديجراديشن اوف اروماتيك سبستنس، تبص تلاقي ان بيستعملوا البكتيريا انهم يتخلصوا من البقع الزيتيه البتروليه اللي موجوده مثلا في البحر او الانهار، فبيرشوا عليها بكتيريا فيها بلازميد، ده البلازميد ده فيه جينات بتطلع انزيمز تعمل degradation of aromatic substance. ده الفرق بين الconjunctive والnon-conjunctive one. عندنا ان السايز بتاعها large الconjunctive، عشان كده في السايز large يبقى في السيتوبلازما عددها قليل، ما تقدرش تلاقي اكتر من 5 copy number، لكن هنا النان كونجكتيف سمول فتقدر تلاقي عددية كبيرة. هنا الاف فاكتور والسكس فاكتور هما مرتبطين ببعض، ان هما فيرتيليتي فاكتور يعني والسكس بايلاي هما موجودين في الكونجكتيف، ان هما بينقلوا الدي ان ايه، هنا they are absent in non conjunctive. Transfer of plasmid by conjugation واحنا شفنا الانيميشن by another conjunctive plasmid، لازم واحد بلازميد اسمه تاني اللي هو conjugative هو اللي ينقلها. دي موجودة اللي هي الconjugation يحصل في جرام نيجاتيف، لكن النون كونجكتيف الريلاكست وان اللي هي موجودة في الجرام بوزيتيف بكتيريا. ده بروفايل اناليسيس بنستعمله ساعات في الاوت بريك، نشوف السورس اوف انفكشن. شايفين الاثنين دول شبه بعض، يبقى ممكن نعرف السورس of infection ان احنا نعمل plasmid profile analysis للبكتيريا. طيب تعالوا بينا نشوف يعني ايه transposable genetic element. دي عباره او definition بتاعها عباره عن jumping genes، يقعدوا يتنططوا من في كل مكان في الدي ان ايه، move from one location to another. ممكن الموفمنت دي تبقى random، يعني كان move from DNA part of DNA الكروموزوم to another part برضه في الكروموزوم أو another location of the same molecule. الحاجة التانية إنها not capable of self replication زي البلازما، تقدرش تعمل self replication. عندنا ال transposition event is mediated by the transposase اللي هي ال enzyme or integrase اللي هو بيدخلها. تحصل كل 10^5 10^7 جينيريشن. عندنا الانسرشن سيكونس ده اول نوع،
types of transposable genetic element عندنا حاجة اسمها insertion sequence، هي شغلها الشغل إنها تحصل تتنطط تبقى jumping genes بس. يبقى insertion sequence are transposable genetic elements ما تعرفش غير الترانسبوزيشن اللي هي تتنطط من مكان لآخر. الستركشر عبارة عن small DNA وعندها at the end repeated sequence involved in transposition. In between في الterminal repeated sequence there are جينات هي اللي بتعمل control الفريكونسي بتاعة الموفمنت. زي ما حضراتكم شايفين ادي الترانسبوزيز وادي الريبيتد سيكونس، دي مرايه دي مرايه دي ريبيتد سيكونس. الامبورتانس انها ممكن تحشر نفسها في الكروموزوم فبيحصل ايه؟ بيحصل ميوتيشن، بيحصل انكتيفيشن اوف ذا جين نفسها. ممكن تعمل لما تدخل في مكان في الكروموزوم البلازميد عشان يدخل جوه البكتيريا الكروموزوم يروح في المكان اللي هي قاعده فيه، يبقى the site at which plasmid insert into bacterial chromosome is near the insertion sequence in the chromosome، هي بتدله على المكان اللي هيلزق فيه في الكروموزوم. الترانسبوزون ده النوع الثاني بس هو بيخلف عن الانسرشن سيكونس انه كاري ريزيستنت جين. يعني ايه ريزيستنت جينز؟ جينز اللي هتعمل مثلا انزيمز تدمر الانتيبيوتكس فبنسميها ريزيستنت جين. In addition to transposition هو هيعمل movement ويعمل jumping زي insertion sequence. هو الستركشر بتاعته similar to insertion sequence بس بيزيد عليه الانتيبيوتك ريزيستنت جينز. الاكسترا جين are located between the terminal repeated sequence. زي ما حضرتك دي structural genes وادي ال inverted repeated sequence. In some instance بيبقى أكتر من transposon فنسميه composite transposon. Terminal repeated are actually برضو ال insertion sequence. ادي ال insertion sequence اهي بتلعب دور انها تعمل ال Composite transposon where resistant genes أو structures of genes اللي هي موجودة في النص. The importance of transposon إن هم بيلعبوا دور مهم جدا in the development of multiple drug resistant plasmid زي ما حضرتك شفت في ال R plasmid. الانتجرون، الانتجرون عبارة عن مجموعة من الجينات فبنسميها جين كاسيت أو جين كابتشر سيستم. الـ pieces of DNA are called gene cassettes incorporated, expressed and disseminated. ده رسمة بتورينا الانتجرون والجين كاسيت. ممكن الانتجرون الجين كاسيت تتكرر فتعمل لنا سوبر انتجرون زي ما حضرتك شايف اهي بتبقى متكرره سوبر انتجرون. It helps in dissemination of antibiotic resistance to multiple drugs. Pathogenicity island دي اخر نوع بنقول انها بتبقى موجوده في الباثوجينيك اورجانيزم وبتديها الفيرولنس لل الجينات اللي بتعمل الفيروس للباثوجينيك اورجانيزم. Typical example اللي هي الجينات اللي بتعمل التوكسين او الانفيجن فاكتور و they are unstable يعني ممكن البكتيريا تفقدها في اي لحظه. هنا ديجرام للباثوجينيستي ايضا. Pathogenic اللي فوق والنان pathogenic اللي تحت. Thank you very much.